محمد سلامه 2001. شيء مهم جدا ان احنا عندنا مواهب داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، شفناها امبارح البدايه في مباراه الاهلي والمصري، اثنين من قطاع الناشئين موجودين على دكه البدلاء، عربي بدر ومصطفى شوبير معانا على الهاتف. الكححي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ازيك كابتن فتحي؟ ازيك كابتن اسامه، كل سنه طيب وجميع طبعا مشاهدي قناه الاهلي وبخير كده، وان شاء الله رمضان كريم عليهم جميعا يعني. ان شاء الله كابتن فتحي، كان في توثيق عقود وخطوه مهمه من النادي الاهلي مع يعني الحفاظ على المواهب داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. والله يا كابتن احنا خدنا الخطوه دي يمكن بعد انا ما اجتمعت مع كابتن محمود الخطيب مرتين. تمام. وقلت له ان انا عندي بعمل فريق مستقبل للنادي الاهلي، واتمنى ان احنا برضو اللعيبه دي تحس بقيمتها، تحس ان هي في النادي الاهلي، تحس النهارده ان هي ليها شان وكيان، فقلنا نوقع عقود مع اللعيبه المميزه. فطبعا احنا يمكن بالنسبه لل 99 يمكن برضو عدد قليل جدا وقعنا معاه، ايضا بالنسبه لل 2000 في لعيبه وقعنا معاه، وال 2001 وال 2002 برضو في مجموعه كويسه مميزه من اللعيبه هنوقع معاها ان شاء الله عقود، بحيث ان نستثمر ان شاء الله اللعيبه دي مستقبلا عشان تحس ان هي داخل النادي الاهلي اللي هو بيقدر هذه اللعيبه، بيقدر امكانيات اللعيبه، ودول انا زي ما قلت لك انا حاططهم ان شاء الله في خريطه فريق مستقبل النادي الاهلي ان شاء الله يا كابتن اسامه. تمام، عايز ما شاء الله السنه دي يا كابتن فتحي حسمنا احنا بطوله 97، حسمنا بطوله 2000 2001 و2004، يعني بيلعب لسه البطوله مستمره. رضا كابتن فتحي مبروك عن قطاع الناشئين السنه دي بنسبه كام في الميه؟ لا هو طبعا انا هقول لك كابتن، هو في طبعا انا يمكن الرضا نفسه أنا الحمد لله برضه بكل شيء، ولكن الرضا على الانتاج والرضا على اللي انا يمكن من خلال متابعتي ومن خلال شغلي في الفتره دي، لا في سلبيات كتير يعني، برضه انا بتكلم بواقعيه وبتكلم بصراحه، في سلبيات كتيره. اتمنى ان شاء الله في اجتماع مع الكابتن محمود الخطيب، لان هو كان حتى من يومين بيكلمني، عايزين نقعد نشوف ايه التصور للمرحله القادمه ان شاء الله، فكل هذه السلبيات انا اقولها له، بحيث ان احنا برضه استفاد انا من التجربه اللي انا عشت فيها الفتره دي، ونستفاد احنا كنادي اهلي وكيان نادي اهلي من وجود قطاع الناشئين في النادي الاهلي. تمام، طول ما في شغل اكيد هيكون في سلبيات يا كابتن فتحي، لكن امبارح عايز اروح لنقطه ايجابيه ونقطه مضيئه، هو وجود عربي بدر مصطفى شوبير في القائمه الاساسيه او الرئيسيه للنادي الاهلي ومباراه المصري امبارح، ووجودهم على دكه البدلاء ده شيء ايضا يحسب لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. والله الحمد لله دي خطوه كويسه، طبعا انا بشكر طبعا الجهاز الفريق الاول ان هو اصبح بينظر نظره كويسه مستقبليه لقطاع الناشئين، عارف بدر وشوبير، وفي لعيبه كتير جدا لعيبه حتى كتير بتقف معايا كابتن، عايزين بس حد يشوفنا عشان نطلع الدرجه الاولى، حتى لو طلعنا نتمرن اللعيبه عنده، لعيبه عندنا الحمد لله عندها الرغبه ان هي تمثل النادي الاهلي، ودي انا شايفها خطوه ايجابيه. اتمنى ان شاء الله مستقبلا ان قطاع الناشئين في النادي الاهلي يبقى زي زمان. النهارده بتستمد النهارده قوه الفريق الاول من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، والحمد لله زي ما قلت لك انا عامل فريق مستقبل النادي الاهلي، اتمنى يبقى في نظره كويسه لهذا القطاع، وخصوصا في ظل منظومه الاحتراف اللي بنشتغل بيها دي. اتفضل كابتن فتحي، اتفضل كابتن. في ظل منظومه الاحتراف لا لازم الاهتمام، ولازم ان في لعيبه برضو على مستوى عالي جدا فنيا تقدر تمثل النادي الاهلي وتاخد حظوظها وتاخد فرصتها، وهتلاقيها مميزه جدا جدا عن بعض الناس اللي احنا حتى بنشتريها يعني. طب اخيرا يا كابتن فتحي، في ناس كتير بتسالنا في برنامج الاشبال، امتى اختبارات النادي الاهلي الموسم الجديد؟ والله بس احنا الحمد لله يمكن خلاص احنا هنا الموسم، وان شاء الله بعد رمضان وبعد العيد هنبتدي ان شاء الله فتره الاختبارات، وفتره الاختبارات دي ان شاء الله بناخد وقت فتره هنا في القاهره الكبرى، وبعد كده بننقل محافظات ان شاء الله، وانا من خلال المحافظات بدعم الاكاديميه، لان كل مقرات الاكاديميه في المحافظات انا بشتغل فيها على اساس برضو الاكاديميه نديها برضو السمعه الكويسه في الاقاليم ان شاء الله يعني. تمام كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين.